يقدم لكم هذا البرنامج برعاية لنغير سلوكنا. والبارح شفت في الخبر قال لك شي 13 الواحد كيموت في النهار. باش كيموتوا 13 واحد في النهار وبلي زاكسيدو لي زاكسيدو انت شفتي غا 13 واحد كيموت بالنهار ما شتي شي شحال كيتزاد بالنهار. عمك الجيله اللي عنده 18 واحد في الدار ما كاين غير الصناعه التقليديه. واو ايوا بطبيعه الحال دابا نمشيو غير الاسس نمشيو لتعليم السياقه. ايه كتلقى المعلمين ديال السياقه الفرق بين ما بين المعامله ما بين الدريه والدري. ملي كتجي عنده الدريه كدير ها دير دريه انت هنا طلعي هنا زين شنو ندير؟ ما ديري والو واخا واخا ولا عرفتي شنو غديري؟ ايوا ما ديري والو ايوا شعل لي شي موسيقى. سوقي بلاتي يا الغزالة وركبي الحزام. سوقي بلاتي الموتور جديدة وهي السهام. انا فوقاش كيجي عندو شي دري كتلقاه دايره. غنعاود لكم انا مشيت ندوز البيرمي ولاني بالريفيا. السلام عليكم. اخ جابينك شكل بيرمي من السياره للطياره. اه يلا هاري تزيدي وزيد وكنا نتحاضي بولانتي. يلا ديمارا السري فران وفوس اقوم برياش ميتك الواش تنزو ايضا غير ابنك زيفيرمي يا طفو. واش صغيرة كذا في الحمامة أمو خوني في تفغط أسقى كفاية شوي سقي شوي سيح مولدي أسقى ماشي طرقان عندنا. واو وشي قوانين تبارك الله. أما الطرق ديالنا مطلو قيل وقيل مطلو ايه وراك منين كنمشيو شي حاجه بسيطه مثلا نمشيو غير المحطه كتلقى المحطه في اوروبا فيها دريه وحده عندها 366 الف لغه. بيانفينو مسيو دو ا باري بون فواياج وراك حتى حنا عندنا المرشدين والمرشدين ديال بصح كازا الرباط فاس العاصمه طنجه تطوان المغرب كامل. اجي انت فين غادي؟ انا غادي غا هنا يا خويا. يلا كلشي غاديين. فين غادي بيا خويا وفين غادي بيا؟ احبس انت عندك الكوميديا ولا لا؟ اييه خلي الناس مساكنين يلقاو ما يغنيو. الله يهديك بقى في الدومين ديالك. ويلا مشينا للمحطه غنجبدو الكيران. ملي كتمشي للمحطه كتلقى الشيفور داير وداير الكريسون ديالنا الكريسون دايره وكاتب من الفوق ممنوع التكلم مع السائق والتيفيق بعد عاد نتكلموا معاه. والله الا عندك الحق. أراك لنا منين كنمشيو للكيران ديالنا الكيران كتلقى السيد جالس في الكار. وحشك وعلاش ما تكونش انت هو داك السيد اللي جالس في الكار؟ واخا هاني جالس. كتلقاه من ديبار شارب الحليب داك الحليب مع الطرقان مسرحين داك الحليب اوتوماتيك مو كيتحول للبن. سولك السي محمد هاد البن بلدي ولا رومي؟
طيب باروانا كنتش فيه. شكرا الله يودي بصحة بصحة نعم سيدي. المرة الماجية الرايب على حسابي إن شاء الله. الله يودي أراكم تخيلوا معايا بوليسية حنينة وقفة في الرومبوان وشد الكارني ديال الكريدي دوز انتا زيد انتا وقف انتا هانا زير لي من هو انزل عندي هو سيدي عندك مخالفة ديال الصمتة الصمتة والله إلا لقيتيني هاد الأيامات كانت شكا من هاد الصمتة وكتجيني عريضة ياك إوا سيدي راه عندك بروسي ديال 3 سونديغا أنا نخلص 3 سونديغا أنا كنموت على البروسيات وخصوصا من كنوصل لازون ديالك ربي خليك المخالف ديالي ما حساب ليش عندي الكليان في هاد لازون ميرسي اما دابا ما بقيناش كنلقى واحد ولا جوج اللي مايتين في الطوموبيل دابا ما تسمع غير 30 كل سيمانه كيتقلب كاع على سبيل المثال فجعه طنطان ومن هاد المنبر يعني كنقدموا لهم التعازي الله يرحمهم والله يرحمهم اجي خويا هاد النهار ما سمعتيش يتقلب شي كار مولفين كيتقلبوا ديما الكيران اليوم السبت واحد ما تقلب وقال لك اجلوه حتى الغدا يلا طيب والله يحفظه بعد كلوا هذه الأسباب كانت وراء وقوع فاجعة طنطان فقد حكمت المحكمة حضوريا وغيابيا على المتهم المجهول بسنين وبسنين أبارك يا غسي بارك راك عيقتي بهاد بسنين يا كنت عزيزون اي نسيت الا خدام زيزون انا في هذا المقطع شكرا